كل الساعة عند المواعند الله سبحانه وتعالى. جاء الجنرال المولاي حفيد العلوي لما زارنا هذيك الزيارة، المفاد ديالها وهو تيقول لنا قال لك سيدي شكون اللي حيد المكانة للملك إلا لقيتوها راه غادي يعفو عليكم. طيب حنا بدينا حنا ما تنخرجوا ولا ما تنشوفوا لا ساحة لا والو، حنا محصورين في الشومري تنسولوا بعضياتنا، تنسولوا حيت كنا منتشرين في القصر، وقعت أشياء كله تيحكي لك شنو وقع له خلال ذاك اليوم، شكون اللي حيد شي واحد شي مكانة، شكون اللي هذي، لقينا ما كاينش لا في الأخبار. يعني حتى ديك الفئة اللي هي قد تكون فئة مميزة بالنسبة للسجناء، ما كنا نسميهم حنا في هذيك الفترة، حيت أنا كنت كإكسبسيونيل أنا واحد 25 واحد، ما استفدناش هذيك الاستفادة اللي استفدوا دوك اللي كانوا قوم على الحسن الثاني، كانوا دايرين في واحد الشومبر بوحدهم، وكانوا تيخليو لهم الباب محلول في النهار، تيخرجوا يتشمشوا ويمشيو للطواليت ويجيو، حنا لا، حنا كنا الإغلاق التام ديال ذاك، كاين لا خروج لا خروج. دير لك داك البرميل ليه براسك، شكون الا عمرتي يجيو العساسات يقول لك جوج ولا ثلاثه يهزوا معاك المجيء ديال مولاي حفيد العلوي. مشى رجع واحد الوقت اخر جا يتقصى شنو كاين شي جديد، ملي رجع ثاني قلنا لي ما تعطيونا المواصفات ديال المكان، مواصفات ديال المكان باش نعرفوا باش اللي كان حيد شي مكان شي واحد باش نشوفوا شكون هو. بالفعل تم عطاونا المواصفات، قال لك بانها مربعه الشكل بها ارقام وعقارب بالاسود، الارقام بحروف لاتينيه نقولوا هذيك الرومانيه كما نقول، واحد اي دو زي في خمسه الى يعني. دعت المعلومه حتى اثير على من حتى اقر السيد الذي كان نزع منه من السنه الاولى، واحد السيد من التلاميذ اللي كانوا جايبينه ميت هما في هذيك اللحظه اللي كانوا مخرجينه، ولكن الساعه ملي وقع الاعتقال وهذا رماها ورماها في المسبحي، ما كانت تلقات ماشي ما تلقاتش، ولكن هذا بغى الحسن الثاني بغى يعرف شكون اللي حيد لي ميتو، يعني شكون هذا الشجيع، هذا هو المفاد ديالو. حيت ملي جاو داو هذاك السيد داو ملي حنا ما عرفناش شنو داو، في العشيه جابوه رجعوه للشومبر ديالو، ولكن ما قالش لينا شنو وقع.